هل تخاف من أسماك القرش؟ في الواقع فرص إصابتك بصاعقة أكبر من فرص تعرضك لهجوم من سمك قرش، ومع ذلك تجد سمعة أسماك القرش سيئة رغم أنها ليست فظيعة كما يعتقد الناس، فهي معروفة بإنقاذ البشر. وإليك قائمتي بالأسباب التي تدفعني للاعتقاد بأن أسماك القرش كائنات رائعة. 1- تحافظ على توازن النظام البيئي. بسبب الصيد المفرط قل عدد أسماك القرش حول العالم، يصطادها الناس للحصول على مكونات لأشياء مثل حسائز عنف القرش أو حبوب غضروف القرش، دون أن يدركوا أن عدم وجود ما يكفي من أسماك القرش يعني عدم توافر أكسجين كاف لنا جميعاً. ما الرابط؟ تتغذى أسماك القرش على الأسماك الصغيرة، والتي تتغذى بدورها على العوالق النباتية، وهي عبارة عن كائنات صغيرة تعيش في قاع البحر. تستهلك العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، وبدون أسماك القرش ستكون هناك أعداد كبيرة من الأسماك التي تأكل العوالق، ويتلخص كل ذلك في نتيجة واحدة: نقص الأكسجين. 2- تساعد في علاج الأمراض. يدرس العلماء باستمرار هذه المخلوقات الرائعة، ويقود ذلك إلى إنجازات طبية. والعلماء مهتمون بشكل خاص بالحمض النووي لسمك القرش وإمكانية شفائه للأورام، لأن جينات أسماك القرش تحميها بطريقة ما من هذه الأورام. بالإضافة إلى ذلك، عثر باحثون على مركب خاص يسمى بلسكوالامين في أنسجة قرش كلب البحر يمكنه مكافحة التهابات مزمنة مختلفة في البشر. وعلى غرار ذلك، يتمتع جلد سمك القرش بخصائص فريدة مضادة للبكتيريا، ألهمت العلماء لابتكار طلاء سطحي خاص يدعى شاركلت. يحاكي الشاركلت الشكل الألماسي لجلد سمك القرش، ويستخدم في المستشفيات للحد من خطر العدوى. 3- تلهم الابتكارات في التصاميم. يمكن للقرش الأبيض الكبير التحرك بسرعة تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، ويكمن السر في حراشفه الصغيرة المسطحة على شكل حرف V. تقلل هذه الحراشف قوة السحب والاضطرابات بشكل كبير. بذل مصممو ملابس السباحة الأولمبية قصارى جهدهم في محاكاة حراشف سمك القرش، وصمموا نسيجاً يجعل السباحين أكثر سلاسة وسرعة في المياه. كما أصبحت زعانف سمك القرش مصدر إلهام كبير لاختراع تقنية جديدة للطاقة المتجددة. صنعت شركة أسترالية جهازاً يلتقط طاقة المد والجزر من المحيط ويحولها إلى طاقة كهربائية بأقل تأثير بيئي. 4- قد تحسن الطائرات والسيارات. تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد في سنة 2018 إلى أن الحراشف الفريدة الموجودة على جلد سمك القرش قد تساعد أيضاً في صنع طائرات وسيارات بكفاءة أكبر. اكتشف فريق المهندسين أنها تزيد تأثير الرفع. الرفع عبارة عن القوة التي تدفع الطائرة للأعلى عندما يكون ضغط الهواء فوق الجناح أقل من ضغط الهواء أسفل قاع الجناح. لذا فمن خلال دمج صور ثلاثية الأبعاد للحراشف على الأجنحة، يأمل المهندسون في جعلها أكثر ديناميكية. كما يمكن استخدامها لمولدات الدوامة، وهي دوارة صغيرة مثبتة في أعلى الزجاج الخلفي للسيارة تزيد من القوة الهابطة لها. 5- تمنع الاحتباس الحراري. كما تعلم الآن، فأعداد أسماك القرش في تناقص، وهذا يعني ازدياد عدد السلاحف وسرطان البحر وسمك الراي اللاسع. وطعام هذه الكائنات المفضل الأعشاب البحرية، لكن الأعشاب البحرية جزء حيوي من النظام البيئي للكربون الأزرق، والذي يلتقط ويخزن الكربون بكفاءة أكثر من الغابات المطيرة 40 مرة. لهذا السبب، بدون أسماك القرش ستستمر الكائنات البحرية في تناول الأعشاب البحرية وأحداث خلل في النظم البيئية للكربون الأزرق وإطلاق الكربون القديم، وهذا له نفس تأثير انبعاثات غازات الدفيئة من السيارات التي تدمر طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية ضارة وغير متوقعة. 6- تزيد من ثراء الناس. يخاف الناس من أسماك القرش، لكنهم مبهورون أيضاً بهذه الحيوانات المفترسة العظيمة. وعلى مدى العقدين الماضيين تحول هذا الانبهار إلى صناعة سياحية بيئية مزدهرة.
إن الرغبة في الاقتراب من أسماك القرش تعود بالكثير من النفع، فهي تجلب ملايين الدولارات لاقتصاد جزر الباهاما وجنوب إفريقيا وجزر غالاباغوس واستراليا وأماكن ساحلية أخرى عديدة. تحظى سياحة الغوص مع أسماك القرش برواج كبير، وتعزز الأنشطة التجارية المحلية مثل شركات الغوص وتأجير القوارب. بالمناسبة، هل ستجرؤ على تجربة الغوص مع أسماك القرش؟ لقد جربتها. شارك إجابتك في التعليقات. 7. قد تنقذ الناس. في عام 2010 انجرف رجل في 41 من كيربياتي، وهي دولة في وسط المحيط الهادئ، إلى عرض البحر على متن قارب خشبي. علق هناك بلا ماء تقريباً أو وقود لحوالي 105 أيام، لكن أحداً لا يعلم كم من الوقت كانت ستستمر معاناته لولا سمك قرش واحد. عندما فقد الرجل الأمل تماماً، حدثت معجزة. استيقظ على صوت سمك قرش ضخم يخبط قارباً. كان الحيوان يدير القارب في اتجاه السفينة. رأى ركاب السفينة الرجل الوحيد في القارب وساعدوا على لم شمله مع أسرته. كان الرجل ممتناً للغاية، ليس فقط لهؤلاء الركاب، لكن لسمك القرش الذكي أيضاً. 8. قد يصبح سمك القرش صديقك. هناك مدرب غوص من بورت ماكواري باستراليا كون صداقة مع سمكة قرش بورت جاكسون مستمرة منذ أكثر من نصف عقد. قابل الرجل صديقته عندما كانت سمكة قرش صغيرة. في البداية اقترب من سمكة القرش بحرص حتى لا يخيفها، وسرعان ما اعتادت عليه وسمحت له بلمسها واحتضانها حتى. وبعد ذلك أصبح الاثنان صديقين. تميز سمكة القرش الرجل دائماً وتطلب منه عناقها في كل زيارة. لا يريد الرجل أن تشجع قصته الآخرين على المجازفة حول هذه المخلوقات البحرية، لكن يأمل بأن يتوقف الناس عن رؤية هذا الكائن كمهاجم عدواني فقط. إن كنت لا تزال غير مقتنع بأن أسماك القرش رائعة للغاية، فاستعد لسماع بعض الحقائق المبهرة والمذهلة حول أسماك القرش. لا تعيش جميع أنواع أسماك القرش في المحيطات، يمكن رؤيتها في بعض بحيرات المياه العذبة والأنهار. على سبيل المثال، يسبح قرش الثور في الأنهار الاستوائية، لكن لا يمانع من غمس زعانفه في المياه المالحة. الأنهار الموجودة في غينيا الجديدة واستراليا وجنوب آسيا موطن قرش النهر. تشتهر أسماك القرش بحاسة الشم لديها، لكن حاسة سمعها الحادة مبهرة أيضاً. يمكنها السماع لمسافة تصل إلى 230 متر، بل يستطيع سمك القرش التقاط صوت فريسته وهي تشد عضلاتها. قرش النمر ليس متشرطاً في الأكل، فهو يأكل أي شيء تقريباً يعثر عليه في الماء، بما في ذلك دمى الباربي ولوحات رخص السيارات والإطارات والأحذية المطاطية. لذا لا عجب أن يحمل سمك القرش هذا لقب صندوق قمامة البحر. هيكل القرش العظمي ليس مصنوعاً من العظام، بل يتكون من الغضاريف والعضلات فقط، وهي أقل كثافة بكثير من العظام. لهذا السبب يعد سمك القرش سباحاً ماهراً، ويمكنه أخذ منعطفات حادة بفضل مرونته. أسماك القرش أقدم من الديناصورات. يعتقد العلماء أن أسماك القرش موجودة منذ حوالي 450 مليون سنة. كانت أسلافها مجموعة من الأسماك تسمى أكانثوديانس أو أسماك القرش الشوكية. بدت مثل أسماك القرش الصغيرة، لكن كانت زعانفها مختلفة. ومن باب المقارنة، فإن الديناصورات الأولى ظهرت بعد أكثر من 200 مليون سنة. لدى سمك القرش صفوف عديدة من الأسنان، ويمكن أن ينمو له ما يصل إلى 30 ألف سن خلال حياته. يا إلهي، سيبقي ذلك عيادة الأسنان مزدحمة، وسيحتاجون إلى مريض واحد فقط. وبناء على نوع سمك القرش، فقد يمتلك ما يصل إلى 15 صف في كل فك، وفي الأمام توجد أقوى أسنانه، وتصبح الأسنان أصغر في الخلف. ولأن أسنان سمك القرش ليست متجذرة بعمق مثل الإنسان، فإنها تتساقط كثيراً، لكن تظهر أسنان جديدة على الفور. بعبارة أخرى، فكيه أشبه بجهاز سير أمتعة من الأسنان. صدق أو لا تصدق، لدى أسماك القرش والبشر سلف مشترك عاش قبل حوالي 440 مليون سنة.
ورغم تطور كلا الكائنين بطريقة مختلفة، لا تزال توجد بعض العلامات على هذا الرابط. على سبيل المثال، جينوم قرش الفيل يشبه جينوم الإنسان كثيراً. أسماك القرش لا تنام، بل تظل مستيقظة طوال الليل تشاهد قناة الجانب المشرق. هناك أنواع عديدة، كانت تلك مزحة. هناك أنواع عديدة تضطر لإبقاء المياه تتحرك فوق خياشيمها للحصول على الأكسجين، لذا لا يمكن أن تخلد إلى نوم عميق مثلنا. لهذا السبب تظل نصف مستيقظة أثناء النوم، وفي العادة لا تغمض أسماك القرش أعينها. هناك نوع نادر يدعى القرش العفريت، قديم جداً لدرجة أنه أطلق عليه اسم الأحفوري الحي. القرش العفريت موجود منذ أكثر من 100 مليون سنة، له جلد وردي وأنف مسطح غريب الشكل. يعيش هذا الحيوان في العادة بالقرب من قاع المحيط في المياه العميقة. لدى سمك القرش الحاسة السادسة، ويحب الممثل بيروس ويلس كثيراً. هذا غير صحيح، لكن يمكنه التنقل والصيد حتى في الظلام الدامس أو المياه العكرة، وذلك بفضل خلايا خاصة في رأسه يمكنها رصد الكهرباء. تنتج جميع الحيوانات حقولاً كهربائية ضعيفة بسبب الاختلاف في تركيز الأيون بين أجسامها ومياه البحر. هذه القدرة على رصد الكهرباء تجعله أفضل جهاز استشعاري كهربائي على هذا الكوكب. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.